أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل، شكرا على المتابعة. هذه في 90 دقيقة. عزوز أهلا وسهلا. سفيان مرحبا، بسام مرحبا بك. البداية باش تكون مع رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية اللي اليوم وقت إشرافه على موكب الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي الذكرى 68 تحدث على القبض على عنصر إرهابي صباح اليوم. رئيس الجمهورية أعلن على ذلك وتحدث على أنه الشعب حسم أمره. هيت نسمع سيد المخرج. أنتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. به نسمعوا بعد شوية التصريح، ما فهم حتى مشكل. باش نحكيه زيدة على 6 أشهر من النفاذ في مع النفاذ العاجل، 6 أشهر حبس مع النفاذ العاجل في حق الزميل محمد بوغاليب. تكون معنا عضو هيئة الدفاع عن محمد بوغاليب الأستاذة سامية عبو، باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول الموضوع. هيئة الدفاع عن عبير موسي تقول أنه هيئة الانتخابات رفضت قبول مراسلته الدستوري الحر حول الترشح للانتخابات الرئاسية اللي تحب تقدمه عبير موسي. شو اسمه تصريحات من البارح لطفي المرايحي حسيلو. شوف عنا برشا حاجات نحكيو فيهم، جست نعمل عليكم باش ما نطولوش برشا في التحليل. نقولوا المفيد ثم المفيد، يلا نبداو. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. والأمن ليس نقيض الحرية بل هو حافظ لها، لأن الحرية لا تعني الفوضى والتطاول على مؤسسات الدولة، ولا تعني الثلبة والشتم وبث الإشاعات المدفوعة الأجر سواء من الداخل أو من الخارج. ومن الأولويات تفكيك كل الشبكات الإجرامية، شبكات الإرهاب، شبكات ترويج المخدرات، شبكات الاتجار بالبشر، شبكات توجيه المهاجرين إلى تونس وغيرها من كل أنواع الجريمة. وهنا مرة أخرى يتجه التأكيد على أن تونس لن تقبل أبدا بأن تكون موطنا ولا مقرا ولا معبرا ولا ممرا للذين يفدون عليها خارج أي إطار قانوني. وأنتم أيها الضباط وضباط الصف والأعوان، بمعاضدة قواتنا المسلحة العسكرية قمتم بالواجب، ولا دل على ذلك لمن كان يبحث عن دليل ما حصل صباح اليوم من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، وعلى كل من سيتطاول على الدولة ومن يحاول زعزعة الاستقرار داخلها. ولا خير في من لا يحب بلاده أو يتظاهر وهو مفضوح بحبها ويضع كل يوم على وجهه قناع، فلن أقنع بهؤلاء الذين لا ولاء لهم للوطن. ستخفي الوجوه ولا الوجوه التي تخفي وجوها أخر ما زالت قادرة على المراوغة وعلى الخداع. فالأقنعة سقطت، وأوراق التوت التي يعتقد من وضعها أنها ستخفي سوءاته يبست وتكسرت. ومن يحلم بالعودة إلى الوراء فليعش لوحده في أضغاث أحلامه أو في أحضان من زين له هذه الأضغاث. فالشعب التونسي حسم أمره يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 10 و2000، وأكد حسمه يوم 25 من شهر جوليا من سنة 21 و2000. فلا رجوع على الأعقاب وإلى الوراء. شوف سمعنا أكثر ما يمكن من خطاب الرئيس، لأنه المعاني مترابطة. لا رجوع إلى الوراء، المراوغين والمخادعين الشعب التونسي حسم أمره فيهم، لا خير في من لا يحب وطنه. وأعلن رئيس الجمهورية على تفكيك عديد الشبكات الإجرامية منها الإرهاب، التجار البشر والمخدرات. بس نذكروا أنه الكلام هذايا رئيس الجمهورية قالوا في موكب الاحتفال بالذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي. قوات الأمن الداخلي اللي طبعا نذكره قاعدة تقوم في مهام صعيبة، قاعدة كل يوم تعمل في دورها كما ينبغي. دونك رئيس الجمهورية أحكي على مؤسسة الدولة وعلى الإرهاب وغيره، ولكن أيضا أحكي على العودة على الأعقاب.
هو انا فهمت من كلام رئيس الجمهورية فما مزج ما بين الخطاب السياسي والخطاب الذاتي. الخطاب السياسي اللي فيه جرد لاداء الحكومة ولاداء السلطة هذه في مكافحة الاتجار بالاشخاص وفي مكافحة الكثير من الجرائم، وفيه خطاب سياسي كذلك من خلال الحديث عن عدم الإمكانية الرجوع للوراء. فهمت من الكلام هذا انه فما جزء من الحملة الانتخابية في هذه الإشارة إلى كون أنه اليوم لا مجال للحديث عن ربما العودة إلى شخصيات سابقة وأن حكمت وأن تقلدت مناصب. فما معلومة مهمة حكى عليها رئيس الجمهورية اللي هي القبض على عنصر إرهابي. حسب المعطيات المتوفرة عنا كانت فما تحركات مشبوهة في الأيام الأخيرة في رمضان، وفما عملية احتطاب حصلت تقريبا في القصرين، يعني مجموعة إرهابية استولت على خروف لأحد الرعاة، تم تتبعهم من طرف الوحدات الأمنية والعسكرية، وهذا مهم جدا يبين اللي عنا يقظة أمنية وعسكرية وأنه لا مجال للإرهاب اليوم في يعني في تونس. وأفهم زادة كذلك من كلام قيس سعيد أنه فما الفترة القادمة ربما فما إيقافات جديدة وفما قضايا جديدة ستفتح وستنشر على أنظار القضاء، خاصة وقت اللي يقول لك سقطت الأقنعة وأوراق التوت، بمعنى أنه هناك تقارير أمنية وتقارير ربما ستعجل بفتح قضايا جديدة ضد خصوم سياسيين. الخصومة ذوما قيس سعيد يراها أنهم يقومون بعمل سياسي بعيدا عن أخلاقية العمل السياسي وبالاستقواء بالمال الأجنبي. على هذا ربما مش نشوفوا استحقاق انتخابي سيكون ساخن جدا. الاستحقاق الانتخابي اللي هي انتخابات الرئاسية القادمة ربما ستحصل فيها لخبطة كبيرة. سوفيان، احنا ماشيين رويدا رويدا نحو الانتخابات، وفما تساؤلات على إمكانية أنه يقع الإفراج على الموقوفين فيما يعرف بقضايا التآمر، بس يفهم من كلام الرئيس أنه يمكن تصير إيقافات أخرى. يعني هل يستقيم هذا في ظل المناخ الانتخابي السليم واللي نورمالمون الناس تستنى أنه بيشكون فما تنافس؟ هو الموضوع ما هوش مرتبط بالمنطق السليم اصلا والمناخ السليم، هو الموضوع مرتبط بمنطق الحكم. ومنطق الحكم شي يقول انه الاختيار السياق مهم، واختيار رئيس الجمهورية اللي ذكر انبعاث الامن الوطني للقيام بهذا الخطاب في شكله ومضمونه هو تأكيد مرة أخرى من رئيس الجمهورية على أنه يعتمد في حكمه على الأجسام الصلبة اللي هي البوليس الأمن والعسكر الجيش. اثنين، هو أنه الخطاب ما هوش جديد، فيه تكرار، والتكرار من اللي بدا يحكي الرئيس على الحملة على الانتخابات وهو يكرر في نفس هذا الخطاب تقريبا. أيوة. ولا ريدوندونس مهمة في عملية التواصل. ثلاثة، يبدو من خطاب الرئيس أنه فما إعادة تحديد للأولويات حسب المرحلة، لأنه قال أن الأولويات، قالها صراحة أن الأولويات هي محاربة الإرهاب، محاربة المخدرات والاتجار بالبشر، في حين أن الأولويات كانت حتى لفترة قريبة ماضية هي محاربة الفساد، محاربة المضاربة، محاربة والدفع في اتجاه الصلح الجزائي والتدقيق في الشهائد المضروبة. معناها بمعنى هذا الأولويات خذت بعد أكثر أمني. اليوم ما في لا سيركونستانس ولا هذا كلام في عموما يطبق؟ يمكن في الفترة الجاية، في الفترة الجاية على كل أنه أخطر ما فما في الخطاب هذا هو إعلان رئيس الجمهورية أنه في الفترة القادمة
فكل من سيتطاول على الدولة بالس اللي تفيد المستقبل فهو معرض إلى قمع الدولة. به شو معناها عبد العزيز حسب رأيك التطاول على الدولة؟ ما هو المقصود من كلام الرئيس؟ كلمة تحمل معاني كثيرة، التطاول على الدولة. نعم، التطاول على الدولة هو المس من هيبة الدولة، هو المس من رموز الدولة، هو سحل الشخصيات اللي تمثل الدولة من رئيس الجمهورية وغيره على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا في المنابر الإعلامية. رئيس الجمهورية تنجم تنقده على الأداء متاعه وإلا الوزير وإلا أي مسؤول، وتنجم تكون عندك نظرة أخرى مخالفة لذلك، ولكن في إطار الاحترام وفي إطار الحجج والبراهين البعيدة كل البعد على المس من هيبة البلاد ومن هيبة الدولة. وأنا هنا مشي نعطي مثال اللي هو ما نسمعه اليوم على مسألة القضاء بقطع النظر، وأنا موقفي معروف في بعض الملفات متاع التآمر ومتاع غيره، واللي هي لربما فيها العديد من نقاط الاستفهام. أما لكن أن يتم استعمال هذه الملفات من أجل أن نبدأ بالتشكيك في المنظومة القضائية، ثم ضرب القضاة، ثم سحل القضاة، ثم التطاول على المؤسسة القضائية وضرب صورة المؤسسة القضائية مثلا، أنا أعتبر ذلك هو المس من صورة تونس. صحيح النجم نحكيه على الإجراءات، النجم نحكيه على ممكن بعض التجاوزات، النجم نحكيه أنه فما نقاط استفهام، أما لكن أنه اليوم يولي كان التركيز على بعض الملفات ونسينا أن المؤسسة القضائية اللي اليوم معرضة لهذه العملية من التشويه واللي هي صورة غير جميلة ومش باهية، وذاك عليش هنا فما النية السياسية موجودة، وأن وراء هذه العمليات اللي قاعدة تصير وراءهم أطراف سياسية بعينها هي معارضة للسلطة، عارض السلطة. أما لكن لا يمكن أن تمسها وأن تتطاول على الدولة بمس المؤسسات متاعها، لأنه ذلك عنده تبعات راهو خايبة على الناس كل. عبد العزيز، مس المؤسسات ينجم يكون كيفاش ينجم يكون مس المؤسسات؟ مشكلة في التكييف القانوني هنا. لا، التكييف القانوني نسميها تطاول، النجم نسميها نقد. لا لا، لك رئيس الدولة فما 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 درجات، وأنا قريتها فما درجات، قريتها الحرية لا تعني التطاول على مؤسسات الدولة. أنا فهمت اللي هي رئيس الجمهورية أعطى إشارة إلى قضية محمد بوغلاب الحقيقة، وكأنه لمح إلى أنه محمد بوغلاب حكم بالسجن بسبب تطوله على مؤسسة الدولة، وكأنه في تطاول في التعبير، ولكن أنا تبرير أنه المسألة أكبر من ذلك. هناك تطاول على الدولة وهناك تطاول على رموز الدولة، وهذا قاعدين نشوفه فيه، هذا المشكلة قاعدين نعيشه فيه. التكييف القانوني يعني عبد العزيز يتحكي هو لم هو يقول الوزير الفلاني غير الدولة، هل هذا تطاول؟ لا، فما جوانب أخرى. لا لكن قول فما الوزير هذا غير كفء. لا نجم، هل هذا تطاول؟ لا هوش تطاول. أما لكن زاد كيف كيف، أما لكن زاد كيف كيف، أنك اليوم تكون عندك الجرأة أنك تتطاول على الدولة في إطار أنك تحب مثلا تجيب الدروك، ومثلا أنك تسب المسؤول الفلاني وما يكلمك حد، وأنك تدخل تقوم بالإتجار بالبشر. هذاك مش تطاول، هذاك القانون كله تطاول عنده مفهوم سياسي أكثر من اسمعني اسمعني يا صديقي، لأنه من وراء هذه العمليات، من وراء إضعاف الدولة، من وراء التطاول على الدولة، من وراء هما هذه اللوبيات التي يا أما سياسية لغايات سياسية وإلا إجرامية لغايات إجرامية وإلا كذلك لغايات معينة عندها هدف وهو إضعاف الدولة، وهذا يراه عشناه ونعرفوه وشفناه. عبد العزيز يحكي على الكلام رئيس الدولة اللي تقال في سياقات مختلفة. رئيس الدولة وقت يحكي على تهديد الدولة حكي زيادة على ناس تحرض، على ناس تعطي في أموال وأطراف موجود بتعمل فوضى موجود موجود. ما ننسيوش أنه رئيس الدولة اليوم يحكي في عيد قوة الأمن الداخلي، راهو يحكي في حضرة الأمن، بيصير يعني ما فيش كون تحب يحضر، ويربط بين الإرهاب والمخدرات وبين من
الأقنعة نتاعهم سقطت. دونك علاش قلت لكم ما ننساوش الكونتكست وحتى السياسيين وحتى السياسيين الإسلام السياسي مازال ينشط بأذرعته الخفية والظاهرة، وعنده الرموز نتاعه مازالت في الخارج، وهي باتصال بالسفارات واتصال بدول معينة، وقاعدين ياخذوا في الأموال، وقاعدين يحرضوا، وقاعدين يدسوا في المؤامرات، ويخلقوا في اللوبيات، ويحضروا في ناس، ويحرضوا في الإعلام، ويحرضوا في المدونين، ويعملوا في الباج سبونسوريزي، وهذا كله يا ودي اختاك من رئيس الجمهورية. أنا لا أدافع على رئيس الجمهورية، أنا ندافع على البلاد وعلى تونس، وهذا قاعد يمس من صورة تونس، وقاعد يمس من هيبة تونس، وقاعد يمس من المصالح العليا متاع تونس، وهذاك هما اللي يحبوا يصوروا. بسام وبعد سفيان بسام، أنا اللي خوفني في الحكاية ذي التكييف القانوني، فما كيفاش باش نصنف ما بين التطاول وما بين النقد. الحكاية علي عبد العزيز هذا جرائم، ومهم جدا إنه الدولة تكون قوية، لكنها لازمها تكون عادلة. اليوم أنا كصحفي نجم ننتقد أداء حكومة، لكن النجم في أي لحظة نصبح متهم بالتطاول على مؤسسات الدولة. الإشارة السياسية ذي وكأنها فيها تلميح للقضاة للتحرك، كل من ينتقد أداء وزير أو أداء حكومة، وهذا مخيف جدا. لأنه رئيس الجمهورية ما قصيتش عليك، فيها واحد نقد تخلي فما فما عندك 3 أو 4 صحفيين اليوم في الحبس، اليوم عندك 3 صحفيين في السجن. أعطوا نقشوها بعد نحكيوا على الحكم على أبو غليب بعد شوية به. يلا سوفيان، معنى هايزا نتفهم على حاجة، هو أنه التطاول ليس له وجود قانوني، ما فماش في القانون جريمة اسمها التطاول. راو التطاول ينجم يكون كلام وينجم يكون فعل، راو حتى الفعل. خليني التطاول يكيف رئيس الجمهورية. التطاول معناها نقف قدامك وننقص. لا فعل لا مالاش نو انك تدخل مخدرات تطاول نقصوا هكا. سفيان كمل سفيان، التطاول ليس له معنى في القانون، كمل. ولهذا هو هذايا مفهوم سياسي به. ما التعامل معها كان في القانون ثم القذف. من يكيفه؟ رئيس الدولة هو اللي قاله، هو يعرف شنو التطاول. والتطاول بالنسبة ليه الشيء اللي ما يعجبوش الكل. هذا شنو معناها؟ أنا نفهم هكا، لأنه فيما عدا ذلك الثلب موجود في القانون لازم تحكم عليه، والقذف والنشر الأخبار الزيفة والإشاعة بث الإشاعة، هذم الكل موجودين ومعرفين في القانون. إذن شنية الحاجة باش أنه نعمله نحكيه على التطاول اللي هي كلمة فضفضة اللي باش نوليه نصبه فيها كل شيء. واضح، فاصل ونرجع بعد شوية مكملين في محمد بوغليب. حكينا في 90 دقيقة على الأسباب منذ الاستدعاء محمد بوغليب وإيقافه، وقعدنا نتبعه في الموضوع، لكن 6 أشهر هذوما مثبينا نفهموا أكثر علاش، شنية الأسباب نتاعهم، شنية التهم المتوجهة لزميلنا محمد بوغليب. معنا عبر الهاتف الأستاذة سامية عبو، عضو هيئة الدفاع عن محمد بوغليب. مرحبا بك. مرحبا بك خلود، مرحبا جميعا متنين. شكرا لك سامي عبو. وش خليو لك انتي تفسر لنا الستة شهر هذوما علش هم عندهم حتى تفسير معناتها بالقانون وبالقواعد القانونية وبالمبادئ الدستورية وبضمانات الدفاع وبالمحاكمة العادلة، ما عندها حتى تفسير الحقيقة، ما عندها حتى تفسير. يعني لما يتم الإجراءات خرقها بشكل هذية في ملف محمد غليب، نريد نقول ما عندها حتى تفسير. احنا جيست باش نبسط باش ما نقعدش نحكي في حاجه الناس مش فاهمينها. انا حاب نذكر اللي بوغليب معناتها شكاية قدمت نهار 18 مارس، التعهد بالفرقه صار نهار 19 بعد نهار، السماعات والاحتفاظ قال الاحتفاظ بنهارين، الايداع صار بعد مده الاحتفاظ 3 أيام قرار الايداع. دونك هذه الاستعجال هذه وفي الخرق إجرائي، علاش نقول خرق إجرائي؟ لأنه النيابة العمومية معناتها ليس من حقها إصدار بطاقات إيداع إلا في حالة استثنائية، وهي حالة وحيدة، حالة تلبس. يعني النيابة العمومية ما عندها الحق تستمد اختصاص القاضي التحقيق إلا في صورة تلبس، ونحن مش في وضعية تلبس، وبالتالي بطاقة الإيداع في حد ذاتها هي بطاقة خارجة على الأطر القانونية. هذه الأولى. اثنين،
لما يتم استدعاء المضمون فيه لدى بحث البداية استدعاء يجي ممكن يسمعوه من هات يستعوه بغض النظر على السرعة في طلب سماع معك محمد غليب. يتم لما يتم لما يتعذر على المضمون فيه الحضور لسبب مبرر يكون وضعه الصحي والحال بتاع عبد محمد بوغليب اللي بعث معناتها شهادة طبية اللي ما يمكنوش يحضر نهارتها يوم يوم سماعه لما بحث البداية الا انه تم رفض قبول شهادة طبية في الاصل في المبدا يعني في التطبيقات العادية والمؤسسات العادية يتم اعادة استدعاء المضمون لجلسة اخرى الا انه بحث البداية ارتأى انه ما يبعثش جلسة اخرى وانما مباشرة نحطه في التفتيش واللجوغ مام العشية يلقى القبض عليه تصدر قرار يصدر الاحتفاظ ويلقي القبض عليه بطريقة معناتها تكون مجرم خفيف تكون الهابي فار يكون الهابين اللي هربوا ما عملوش معاهم اللي عملوا مع ابو غلابة يصدموا عليه معناتها هو مع ولده في سيارة بحضر المدرسة لا رعاوا الطفل قاصر لا رعاوا الضرر النفسي اللي بشرحك بالطفل القاصر لا رعاوا معناتها القانون معناتها باعتبار أنه حاجة مفضوحة بالطريقة هذه بالشكل هذه. هذه من حيث الإجراءات يعني من حيث الإجراءات علاوة على أنه الاحتفاظ في الجنح ب 48 ساعة ويمدد ب 24 ساعة فقط في محل بوغلاب اعتبروها جناية وهي جنحة ومدوا ب 48 ساعة وليس ب 24 ساعة يعني تنكيل مباشر وواضح وصريح ما يسحقش حتى التأويلات. هذه من حيث الإجراءات. نجيو من حيث معطى الأصل متاع الشكاية. هي شكاية قامت بها موصفة في وزارة الشؤون الدينية على اعتبار أنها قرأت أو فهمت بطريقتها الخاصة أنه بوغلاب لما تكلم على السفر ولما تكلم على الأموال الشعب اللي تصرف في غير مكانها لما قام بدوره كصحفي استقصائي في متابعة ومراقبة أعمال وتصرفات الوزراء وأعضاء الحكومة والموظفين اللي تحت قضيتهم اعتبرته سيدة هذه أنه هو مسمن الشرف وقت اللي محمد بوغلاب حتى مرة في حد تدوينة ما مس الشرف أي كان أستاذة تحية طيبة حبيت نسألك هو محال في القضية دي على التدوينة انشرها في الفيسبوك وإلا على تصريحاته وحديثه الإعلامي هو تحال كما كيسة مسائل كيسة وقعة الواقعة الأولى هي تدخله في كارتاج بلوس في التدخل هذيك التلفزي اللي صار في كارتاج بلوس والواقعه الثانيه تدوينه كتبها بوغلاب يتسائل على السفر وعلى مبرراته والواقعه الثالثه هي في نفس الموضوع هي تدخله في كارتاسين اللي يتسائل على دواعي السفر في حد ذاته وقت اللي الوزير بدك يسافر بدك شيء عبر اتفاقات دونك ثلاثه الوقائع هذه اللي هي معناتها كي نجيو نلخصوها ونشوفوها ما فيها حتى شيء يفهم منه انه يمس بالاخلاق والشرف بدليل انه تعليقات المشاهدين الكل وتعليقات في الصفحه نتاعو اللي هو وقت التدوينه جميع التعليقات ولا وحده ولا تعليق أفهم منها المشاهد أو المستمع أو القارئ أنه يمس بالشرف وعلق على الشرف فكلهم علقوا على دواعي السفر وخاصة أنه فما منشور الضر على وزير على رئيس الحكومة السابقة نجلة بودن وكملوا مرة أخرى منشور الضر على رئيس الحكومة الحالي اللي هو يحس على الوزراء ويتم الحرص في السفر والحوكمة في نفقات السفر واعتبار أنه ما ينجموا يرافقوا معهم إلا للضرورة القصوى وإذا اقتضى الأمر أنه العون أو الموظف اللي يسافر ينجم يقوم بالمهمة متاعه مش بالسفر معناتها بغير موجب السفر يبقى في تونس ويقوم بالمهمة متاعه عن بعد مدام محال على مرسوم 54 هو ما لا, لا 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 تحال على 86 مجلة اتصالات وتحال على 120 مجلة جزائية في حين أن محمد بوغلاب هو صحفي ويخضع لمرسوم 115 ومرسوم 115 ألغى صراحة وضمنيا بالاستيعاب 122 و86 مجلة اتصالات و220 مجلة جزائية
وكصحفي يتمتع باجراءات خاصه، وكصحفي ما تحصلش عليه عقوبات سلبا للحريه في اطار قيامه بالمهام نتاعو. اذا نعتبر انه محمد بوغلاب او ضربه او ايداعه بالسجن هي ضرب الصحافه، هي ضرب الحريه للحره للكلمه الحره، هي ضرب للمبادئ اللي قائم عليها حريه الاعلام، هي ضرب السلطه الرابعه، هي تكميم الافواه عموما وتكميم افواه معناتها وتكميم ما تفهم محمد بوغلاب خصوصا، لانه بوغلاب من الناس اللي يحكي، من الناس اللي ما باعش وما يتشاش، من الناس اللي يقول كلمته ورافع الرايه نتاعو اللي هي المبادئ اللي قراها في كليه الصحافه وقراها في مبادئ الصحافه اللي هي الدفاع على المال العام، اللي هي ايصال المعلومه، اللي هي وهذا كل من اليوم بوغلاب يدفع في فاتوره الاعلام الحر لا اكثر ولا اقل. نعاود نذكر اللي راهو حتى الرئيسه بيدها تسال فيه تقول شنو هو تقصد؟ اي شنو تقصد؟ حتى الرئيسه بيدها ماهيش فاهمه ما وصلش. لو كان جاي واضح ما كانش تقول شنو هو تقصد. وانا نحب نذكر اللي في الماده الجزائيه راهو الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين. واضح حسن. ونحب نذكر اللي رئيسه الدائره اللي كانت متعهده اللي كانت هي في الدائرة السادسة راهي اليوم ما هيش جالسة، راهو من جلسة اللي صدر فيها الحكم بعدم سماع الدعوة في قضية زميلنا عبد العزيز السيد راهي لليوم ما جلستش في الدائرة هذه. علاش أستاذة؟ إلى حد الآن ما عندنا حتى معلومة. ثم اللي يقول تم إعفائها، ثم اللي يقول هي في عطلة معناتها مرضية، إلى حد الآن شيء ما هو واضح. لكن المهم أن يستعانوا برئيس الدائرة من دائرة مدنية. استعانوا بها واضح باش تقوم بالمهمه هذه. انا فقط هي القاضيه نفسها اللي حكمت على الاستاذ عبد العزيز السيد بعدم سماع الدعوه. لا ماهيش هي ما جاتش. هي اللي فقدتوها، معناها اللي مش موجوده. هي اللي مش موجوده، هي اللي حكمت بعدم سماع الدعوه. دونك تعاود حتى شيء ما نعرفوا حتى شيء. والاغلب وحسب ما يروج معناتها نسمعوا في الاخبار هذه الى ان نتاكدوا منه انه وقع اعفائها وقع اجبرها على انها تبقى في حاله مرضيه. والرئيس اكدت البارح قالت لا راهو مرض حاله مرضيه وكاو عندنا عطله مرضيه. المهم بالنسبه لنا احنا الاجواء اصبحت معناتها لا توحي بالثقه. واضح. ونحن للحقيقه معناتها الحقيقه، وانا قلت البارح حتى في المرافعه نتاعي ما عادش عندنا ثقه في القضاء التونسي للاسف. كلمه توجع برشا وكلمه خايبه برشا، لكن ما عادش عندنا ثقه. هذيك اش نجم نقول. استاذ سامي عابو اللي سلط عليه بوغلاب اليوم ان شاء الله نتمناو انه اللي سلط هالظلم هذايا يصفو ويفيق. راه مش معقول اللي يعملوا فيه، راه مش هكا تصلح البلاد، راه مش بالطريقه هذيا راك معناتها تمشي الدوله اللي تسعى عليها وتبغى باش تسعاها، مش بالظلم، مش بالتنكيل، مش بتكميم الافواه. راهو اليوم تكمم في افواه محمد بوغلاب، فما برشا منه محمد بوغلاب، وفما الجون طالعين، فما شباب طالع، وفما ناس على مبادئها ومش بتسكت ومش باش تخاف، وقداش تحط في الحبس وقداش تعبي الحبس، ونحن مع محمد بوغلاب والحريه. شكرا استاذه ساميه عبو، يعطيك صحه. عضو هيئه الدفاع عن الصحفي زميلنا محمد بوغلاب. سفيان، أنا أقول لك أنه كل حكم يصدر على صحافي خارج المرسوم 115 هو حكم ظالم وفاسد. الحكم على بوغلاب لأنه خارج المرسوم 116 فهو حكم مرفوض، وتأكيد على أن القضاء متاعنا يعاني قضاء غير مستقل. وكي نقول قضاء غير مستقل، قضاء غير مستقل وليس عادل وليس ناجز. ومش انا نقول فقط، هياكل القضاء الممثلة اللي هي مثلا جمعية القضاة التونسيين خرجت عندها نهارين بيان طويل عريف يأكد فيها أن القضاء التونسي قضاء غير مستقل وقضاء خاضع. يعطينا أرقام وأرقام مهولة أنه الحركة القضائية صارت في أوت وشملت 1088 قاضي. أوكي. من أوت لليوم
تقول جمعية القضاة التونسيين أنه فما 105 قضاة حركة جزئية تم تغيير مناصبهم، تم تنحيتهم من مصالهم، حطوهم في بلاصات أخرين كذا، وهذا رقم مهول. بعد ذي الكل نقولوا في الأخر أحكموا كيما تحبوا، ما عادش تعني الأحكام تاعكم، ما عادش تعني حد شيء، لأنها ما عادش تعني الأساسي وهو العدالة. أنا في المداخلة متاع الأستاذة سامي عبو ما أثار انتباهي الحديث عن غياب قاضية اليوم للدرجة هذه، نحكي على قاضية غايبة، معناها هل تم إعفاها، هل تم نقلتها؟ هذا يثير الكثير من الريبة والشكوك حول إمكانية ربما تعرضها لعقوبة. لكن زاد روكي نرجع في أونشينمون تونا القاو اليوم حسب اعتقادي أنا المرسوم 115-116 تم دفنهما والتخلي عليهم كومبليتمون. الأمر الرئاسي 117 بعد 25 جويلية اللي اصدر فيه حديث عن تنظيم قطاع الإعلام، وكأنه اليوم تم التخلي على القوانين هذه المنظمة لقطاع الإعلام والصحافة، وتم التعامل مع الصحفيين بمجال اتصالات والمرسوم 54. وخير دليل على ذلك أنه برشا صحفيين يحاكمون وفق مجال اتصالات أو المرسوم هذا، بمعنى أنه اليوم الدولة اتخلت على المرسومين 115-116. راو كي نحكيه هكا راو مفهميش حتى واحد فوق القانون، الصحفي راو مش فوق القانون. أنا علاش سألتها على الوقائع اليوم اللي يحاكم وفقها؟ اليوم تحكي على تدخل تلفزي وتدخل إذاعي، وهذا اختير، وهذا يؤشر إلى أنه العملية مرتبطة بحرية الصحافة وليست بثلب أو تطاول على موقع التواصل الاجتماعي. صحيح لازم حتى الصحافي راه يكون مسؤول على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف شنو يكتب، لأنه الحرية عندها حدود مع الأخلاق، عندها ضوابط. أما راه اليوم نحكي على وقاعة تدخل تلفزي وتدخل إذاعي، وهذا اختير برشا. عبد العزيز يعني. شوف سي محمد بوغلاب ما يستاهلش 6 شهور، اللي صار واللي قام به ما يتطلبش السرعة وكذا، ولا يمثل خطر أنك توقفه أنك اليوم تحكم عليه ب6 شهور. وراهو زيادة ما يزمناش ننكره اللي فما برشا ناس اللي هي لربما صادرة فيها أحكام اللي هي لربما لا تنطبق ولا تتطابق مع الجريمة. هذه من المسألة المبدئية الكل. أما أنا الملاحظة الوحيدة هو أنه اليوم بهالمسألة متاع سي محمد بوغلاب وألا بقضية أخرى من هنا أو هناك، أنه يتم وضع المنظومة القضائية في نفس السلة، وأنه نوليو نحكيه بأنه القضاء غير مستقل والقضاء كذا، في حين أنه شفنا القضاء حل ملفات ما كانتش باش تتحل، أنه القضاء أصدر أحكام في ملفات على إرهابيين وعلى سياسيين وعلى العديد من رجال الأعمال اللي هما لتونس كاملة، تعرف اللي الناس هذه أجرمت في حق تونس، واللي هالقضاة هذوما هما نفسهم اللي موجودين في المؤسسة القضائية اللي توا قاعدين يتابعوا في الملفات هذه. هذاك علاش نقول لكم ما نعموش، وأنا أطلب بكل لطف من كل الهيئات الدفاع متاع الناس أنه اتباع هذه الطريقة متاع ضرب القضاة والتشكيك في القضاة، والقاضي علاش خرج كونجي، والقاضي مريض ولا مش مريض، والقاضي بدلوه. لحظة برك لحظة برك، حتى على الإجراءات، حتى في مسألة الإجراءات يتم تنجم تنجم هذا الكل. عندك المراحل القضائية أنا ننصح فيهم لمصلحة منويبيهم، وما نخليوش القضاة الكل فرد دشكارة، وما نبداوش نستهدف القضاة أو القاضي ما جاش أو صبح مريض أو هذا أنا نشوفه يضر. وكان من الأجدر أنه تتم جلسات صلحية والقضاة وهيئات الدفاع تطلب من القضاة أنه تتم المصالحة بين الأطراف، خاصة في المشاكل هذه متاع وما نعرفش هو ثلب وما نعرفش كذا وما نعرفش وعليه ماذا بينا وين ما جلستش كفاكم وين. كفاكم ضربا للمؤسسة القضائية ككل. يلا موضوع آخر مدام الجينجول هكا، معناها هذه حاجة عاجلة ومستعجلة. فما طيارة أبارامون خرجت من تونس متجهة، لا خرجت منين قولوا لي، من مالطا جاي لتونس ماشي لباريس، من مالطا ماشي لباريس، طيارة تونسية فيها توينسا. الأخبار تورا وصل لنا وصارت بيرتوغباسيون كبيرة برشا وحالة فوضى كبيرة جدا. هاو باش نعرفوا أكثر تفاصيل، معنا ملاك مرحبا.
خارجة ديريكسيون باريس. مرحبا ملاك، أهلا بك، توا نسمع فيك معنا في المباشر. الطيارة منين ماشية؟ من تونس مطارنا تونس كارتاج ديريكسيون أورلي باريس. دونك خرجت من تونس نورمالمون ستة نتاع الصباح، الفول ستة وأربعة. طلعنا في الطيارة بخي مشينا شوية ومومو بشاتو بكتيج فرقوا البلاتو يبخي رجعوا يجرا وخذوا البلاتو وقالم البيلوت قال باش نرجع تونس خاطر صار بروبليم تكنيك. ايوا بانيك توتال، بانيك توتال في الطياره في المطار. انتوما لاباس؟ احنا لاباس الحمد لله اللي رجعنا، الحمد لله اللي هبطنا لاباس معناتها. طيارة زي تابعة على خطوط ملك سانفول خطوط ما نعرفش جو سي با طيارة ما فيها حتى الطيارة بيضا فما خط. لا انتوما 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 قاسين على انا كومباني تونيسير دونك فوالا دونك الطيارة طيارة تنجم تكون ماهيش طايرة نتاع تونيسير تنجم تكون مؤجرة، مي انتوما توا في ضمان تونيسير. احنا توا تونيسير احنا نصبح واحنا قاعدين عايشين هوني نستناو في هاو لحديث ونص هاو مال ساعة ونص توا قالوا لنا مصليفة ونص واحنا قاعدين نستناو. قداش من ساعة عندكم؟ مصباح يا اخي واحد من الاربعة في المطار. اي من الاربعة لتو من الاربعة. نجموا نكلموا تونيسير فريق الاعداد باش نفهموا الطيارة هذايا منين تابع شكون كيفاش جات العطب التقني اللي يصير في الهواء كيفاش. ملك شكرا ليك والحمد لله اللي انتم لاباس ما فماش اضرار بشرية، فجعة كبيرة نعرف نورمالمون انتم توا في المطار نتاع تونس كارتاج على ذمة تونيسير، معناها هي الخطوط الجوية التونسية هي اللي تحتوي الموضوع وتشوفكم شنو ناقصكم شنو زيدكم، ما فماش ناس تطيش هكاك. وماذا بينا ما يعاودوش يرجعونا في الطياره خاطر الطياره هذيك معناها ماذا بينا على الطياره تونسيغ. تحب الطياره تبدا مكتوب عليها تونسيغ. شفت عندنا ملغي تو عندنا ثقه في الخطوط التونسيه وفي لي بيلوت نتاع التوانسه ونحبوا طياراتنا. حسيتوا حاجه في الطياره وقت الديكولاج؟ حسيتوا حس فما حاجه فما بروبليم ظاهره دوما تطلع ديجا الصوت معناتها اول مره نسمع صوت نتاع طياره قوي في بوان معناتها في الطلوع. ابخي الشيف دو كابين معناتها قالنا راهو البريسيون ما توصلش معناتها لباري دوكو لازمنا نرجعوا. البريسيون ما توصلش هذايا نورمال ما يعرفوهاش من قبل ما نطلعوا. والله نجم كل يوم يعطيه الصحه يعطيه الصحه بارك الله فيه. شكرا لك شكرا لك ملك. هذايا دونك الناس اللي قاعده تتساءل على يمكن فما حاله من الهلع ولا الفوضى اللي صايره في المطار، هذا هو سبب فما طياره رجعت. تصير 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 هذا ما اغلب الاحيان اغلب الاحيان تصير مع طائرات مكريه مستاجره. وبما انه احنا كل شيء نعملوه بسرعه وفي اخر وقت ولوجوا على الرخيص مناش نلقاو من احسن ما فما في الموجود ان باش نلقاو ويصير سفين الطيارات تلكلك بالضروره طياره رخيصه هذيك. نحكيو على كهرباء نتاع نقر الريفي راهو. لا والله يا كيكا نحكيو على طياره والله وعند... والله نخمو بالمنطقه ذاك للاسف صراحه للاسف معرضه لي اي طياره مهما كانت نوعها. للاسف وقت اللي هو في بلادنا كان من المفروض انه راهو عندنا اون كومباني بطياراتها وامورها باهيه وكانت نجم تسير هذايا لو انه العباد قعدت مع بعضها وعملت فعلا اكل بلون دو ريستركتوراسيون. مش انه نعملوا بلون دو ريستركتوراسيون منا باش من بعد نسابيوه مباشره. بعد شوية مكملين. هل شكون المسؤول على الطيارة؟ هل هو تونيسير ولا رئيس الدولة؟ أنا نقول لكم كل شيء. سفيان قلوي قيس سعيد مسؤول على الطيارة. باسو بوان. فضلك. قيس سعيد مازال يلوج على الطيارة. مازال يلوج يا والله حوي. أي أي. يلا احنا بعد أخبار ماضي ساعة ضيفنا هو المرشح للانتخابات الرئاسية الأستاذ الجامعي عفيف البوني أعلن ترشحه باش نفهموا معاه أكثر شنو مشروعه
نتاعو، شنو برنامجه، ماذا يريد ان يقدم في اطار هذه الانتخابات. ولكن قبل باش نرجعوا لتصريحات مرشح اخر كان ضيفنا البارح لطفي المرايحي، كان موجود في 90 دقيقه وقال انه فما يعتبر نفسه انسان خارج الحسابات، لا يشري لا يبيع، برنامجه بالارقام في كتاب، واكد على موضوع البرنامج هذا اللي بالارقام. نسمعوا مع بعض. شنو اللي تعملوا فيه هذا؟ نحاليه ال 54 ونحاليه التجاوزات اللي قاعد تعمل فيها، وخلي القضاء ياخذ مجراها بعيد عليك. انت اكبر وزيره، اكثر وزيره قبلها رئيس الجمهوريه شكوني؟ وزيره العدل. زعما وضع القضاء تحسن في البلاد؟ يعني الاداء نتاع القضاء بالنسبه للمواطنين تحسن البلاد؟ وانما هي تقابل فيها فقط لانه باش يسرع في الاجراءات في هذا ويدخل في الزمن القضائي ويخلق لق المسائل هذا. النيابه العموميه اللي هي كل مره يعيطونا يهزونا باش خاطر النيابه العموميه شاكيه بينا. النيابه العموميه وذنيها مسدوده على شخص يقول ثلاث مرات انه مش مستعد يسلم السلطه الى الوطنيين. ها ما تحلش هي تحقيق في هذا؟ سامحني، انت توا طب والا تتساءل كيف لا تتحرك النيابه العموميه ضد رئيس الجمهوريه؟ كل اي مواطن منهم مره رئيس الجمهوريه حتى لو كان محصن وحصن نفسه نحلنا التحقيق، وقت يجي الوقت نتاع المحاسبه نحاسبه. ثلاث مرات راهو يلغي الشعب، يعني صاحب السياده الشعب اللي هو يقرر ينتخب المرايحي ولا ينتخب السعيد ولا ينتخب ايا كان، هو يلغيه يقول لا وجود لك، ما تعرفوش انتم التوانسه، انا نعرف وانا نسلم الوطنيين. وصلنا لهذا يعني؟ هذا ما يقلقش النيابه العموميه؟ باهي عبد العزيز القدسي، لطفي المرايحي البارح قال انا بديت الحمله الانتخابيه على ترشحي، مانيش نقعد نستنى حتى لا تصير رزنامه وكل، انا بديت نخدم، والعمل الاتصالي كبير جدا اللي قاعد تقوم به. صحيح. انا نشوف انه الى حد الان من اكثر المترشحين جديه هو سي لطفي المرايحي، واخذ الامور بجديه، عنده طريقه عمل، عنده برنامج على مستوى التواصل متميز جدا في الكلام اللي بقطع النظر نختلفوا ولا نتوافقوا احنا وياه، لكن خطابه واضح، الكلام اللي يقول فيه موزون، عارف روحه وين يحب يمشي، رجل من خارج الصندوق، راهو لازم ناكدوا عليها المحكيه هذه. نشوفه بانه فما تعاطف كبير معه في الشارع التونسي، على مواقع التواصل الاجتماعي عنده ناس مساندته، عنده ناس مساندته في العديد من الاماكن، وبداوا العباد يهبطوا في حتى في بلاغات المسانده لسي لطفي المرايحي. هو رجل هادئ، برنامجه البارح جابه قال انا عندي بالارقام وكذا، وهذا مهم جدا انه مرشح يكون عنده ارقام وتكون عنده رؤيه ويكون عنده تصور. وانا قلتها حتى قبل، سي لطفي المرايحي من المترشحين القلائل اللي يحكي ويقدم في افكار عمليه ومقنعه وقادر انه نطبقوها في البلاد. اتمنى التوفيق لسي لطفي المرايحي. بطبيعه الحال المرشحين الاخرين زاد كيف قاعدين يبذلوا في مجهود، والاكيد انه فما اللي ربما حضر روحه ولا قاعد يحضر روحه في المرحله القادمه، وهذا طبيعي وعادي جدا. بسيم، انا اللي فهمته انه لطفي المرايحي تقريبا مش يقسم حملته الانتخابيه على جزئين، الجزء الاول مش يحاول فيه العمل على نقد السلطه الحاليه وتوجيه السهام للسلطه الحاكمه، وفي ذلك الهدف منه انه يحاول استقطاب الاحزاب السياسيه بانها تلتف حوله. لطفي المرايحي اليوم قاعد مش هذا اللي اعلن عليه، الحكايه البارح خطابه سياسي فقط، ما ثماش برنامج انتخابي، الحكايه الكل البارح لا يهم الناخب في شيء. ما جاب كتاب، قال عندي كتاب فيه ارقام. هذا هو هذاك علاش قلت لا، ما حكيت التوحيد انا هذيا سالته عليها البارح، قال لك لا انا لا انت انا هو يقول لك لا مترشح منفرد، هو مرشح منفرد، هو منفرد مش روح ما يحب حد معاه، هو ما يقولكش انا مش نوحد، اما كي يعتمد نفس الخطاب نتاع الاحزاب السياسيه المعاديه لمسار 25 جويل والمناهضه لاجراءات قيس سعيد، وكانه هناك غمزه او تبزنيسه للاحزاب السياسيه دي بانه هو الشخص الاقدر على منافسه قيس سعيد للتخلي عن مسار 25 جويلية. هذا الجزء الاول، يعني في الاول فما اشارات سياسيه بكونه انه هو اكبر شخص قادر على منافسه قيس سعيد ويمكن ان يكون شخصيه توفيقيه، وهذا اليوم قاعدين يخدموا عليه برشا اطراف، منذر زنيدي، لطفي المرايحي، نزار الشعري، ألفة الحامدي، اليوم حتى هي خطابها تغير نحو المعارضه. واضح انه كتابه اللي فيه برنامج بالارقام هذا مش يخليه للمرحله الثانيه، وربما في فتره الرزنامه الانتخابيه في تلك الفتره هو مشاريع الاحزاب السياسيه اللي تحكي عليها منتي، لو كان هما عندهم شيء من التواضع السياسي ومن الاراده للمصلحه نتاع مستقبل البلاد ومستقبل تونس، يلتفوا حول من بين الخيارات اللي عندهم
الالتفاف حول سي المرايحي، لأنه هو الخيار لربما الأقرب إلى الشعب والأقرب للتوانسة في مسألة وباش الأخير محمد عبده اللي يطلب الطرح هذايا. وانا نشوف وهو محمد يقول لك انا مانيش باش ترشح، لانه ماذا بيه يكون واحد من خارج المنظومه ما احسنش من اسم سي المرايحي. كلمه واحده هو اللي حبيت اقوله اليوم، فما سباق ما بين المترشحين للانتخابات الرئاسيه لكسب ود الاحزاب المعارض، اليوم قاعدين يتنافسوا شكون هو اللي يكون اكثر قدره على تجميع المعارضه لترشيحه وللمرور بالضروره للدور الثاني من الانتخابات الرئاسيه. سفيان هو واضح انه الاستراتيجيه نتاع سي المرايحي تقوم على شيئين. الحاجة الأولى في اتجاه الشعبي الشعبوي، أنه مشى مباشرة لنقد رئيس الجمهورية رأسا. علاش؟ لأنه في الحالة هذه يقسم الإلكتورا اللي مع قيس سعيد ما همش باش يجيو معاه، وياخذ من اللي ضد قيس سعيد، وبالتالي البراس لارج كي يجي انا ننقد رئيس الجمهوريه عندي فرصه باش انه استميل العباد اللي ما همش راضين على رئيس الجمهوريه الكل. وهذه من ناحيه الاريتميتيك ممكن تكون مجزيه. على المستوى الاخر المثقفين والاعلام والمظهر اللايق وكذا، يعني عملت لهم كتاب ينجم يكون مهم جدا. الكتاب راه في برنامج ينجم يكون مهم جدا وينجم يكون برنامج خارق العاده، لكن للاسف احنا باش نقراوه لانه خدمتنا، لكن راهو ما فما كان 6% من الناخبين اللي يقرأوا برامج المترشحين وياخذوا قرارهم بالتصويت. نتيجة نتيجة مش في تونس بركة، مش في تونس بركة. شنو يلزمك تقوله الناخب التونسي؟ شنو يلزمك تقوله؟ لكن ما تعطيهش برامج مبنية على أرقام واقعية. سيلا فاكت الوجدان، الجانب الوجداني هو الذي يحدد التصويت الناخب. أكثر من هكاكا، أكثر من هكاكا التصويت، عملية التصويت تتحدد في الساعات الأخيرة في الثلاثة أيام الأخيرة. سؤالات هايلين هذوما للضيوف باش نسلم مترشحين الكل. لطفي المرايحي عنده الجانب الوجداني في كلامه امبارح. بطبيعة على كل حال اي سي ان ديسكور بوبوليست بيان سور. الوجداني معناه بوبوليست؟ لا اي يتوجه للافكت. الجانب العاطفي موجود، نجم نحكي مع عاطفة الناخب بدون ان نكون شعبويين. راهو تنجم تقول شعبوي ولا عقلاني، حاجه من نجم تكون مزوز، تكون شعبوي وتكون عقلاني. وبطبيعة الحال ما فماش مرشح لرئاسة الجمهورية مش باش ينقد الناس اللي مترشحة معاه حتى وذو هو رئيس الجمهورية. وعلى كل حال الوحيد اللي عنده كريديبيليتي، معناه عنده كيفاش مصداقية في مسألة نقد رئيس الجمهورية، أنا نشوف أنه هو سي لطفي المرايحي، لأنه لا كان في منظومة، لا مارس الحكم، لا عنده غايات متاع أنه يرجع للتعكعيك ولا كذا. الوحيد اللي قاعد ينقل رئيس الجمهورية بطريقة علمية ويقدم في الحلول. شكرا عبد العزيز، شكرا سفيان، شكرا بسام، يعطيكم الصحة. بعد الأخبار نستقبل ضيفنا المرشح للانتخابات الرئاسية الأستاذ الجامعي عفيف البوني. وتهنا يا سفيان باش نسأله على الوجدان والشعبوية، ذي عجبتني، باش نزيدها في الأسئلة. يلا بعد الأخبار. بعد شوية مكملين في 90 دقيقة مع خلود المبارك.